برضه أقول لك يا رب اللي يريحك أعمله، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. أنا عارف أن أنت هتعمل أحسن حاجة، أنا متأكد أنك ليك معاد وعارف شغلك. إيه اللي حط المشاعر دي؟ ده أنت كنت داخل على الصلاة عاوز تتخانق وتقول له وبعدين بقى مش كفاية تأخير؟ أنت مش واخد بالك أنا صليت قد إيه عشان الموضوع ده؟ تدخل على الصلاة وتصلي عدل، تلاقي نفسك على آخر الصلاة بقيت تقول كلام تاني. إيه اللي حصل؟ من بركات الصلاة الحارة التسليم مش الاستجابة. يعني إيه؟ مش تحصل معجزة، المعجزة دي أسهل حاجة عند ربنا، أسهل حاجة نعمل معجزات. إنما الأصعب عند ربنا والأهم إن أنت تترقى خطوة وتتعلم يعني إيه اتكال، ويعني إيه تسليم، ويعني إيه ما تقلقش وما تعولش هم حاجة، وخلاص المواضيع كلها في إيده، يعمل اللي هو عاوزه، إحنا مش عاوزين حاجة، مش عاوزين غيره هو وملكوته بس. من هنا تفهموا الآية اللي قالها القديس بولس من السجن لما بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر اللي تعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. فأفسس وبرضه دي بعتها من السجن وكأنه قاعد في السماء، يعني يقول القادر أن يفعل فوق كل شيء. لازم تتوقع من ربنا انه يعمل فوق كل شيء، فوق العادي. ربنا يعملش حاجة عادية ابدا، يعمل دايما مفاجآت سارة، بس المواعيد بقى هي المختلفة. كل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فيه. طب القوة دي تشتغل ازاي؟ تشتغل بالصلاة. انت تصلي بحرارة تلاقي نفسك انت بتتغير، سلامك بيزيد، اتكالك على ربنا بيزيد، بقيت بتوصل في الصلاة تقول له صدقني ما عارف أطلب منك حاجة، خلاص بدل أنت معايا خليك معايا وخلاص، الباقي ده كله عليك، الدنيا والخدمة والعيال والصحة والفلوس والمشاكل كله ما فيش داعي أتكلم فيه، لأني لو كلمت فيه نزلت من السماء للأرض، وأنا عايش في السماء في الصلاة. اللي يطلع للسماء يرجع يتهب التاني وينزل للأرض يبقى ملوش حق. فاكرين من سنة كلمتكم عن آية جميلة لما يقول أشعياء النبي، يقول يا رب تجعل لنا سلاما لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. يعني مدينا سلام عجيب ليه؟ لأن كل حاجة مفروض نعملها أنت بتعملها. لو ورانا حاجات كتيرة، لو نغير نفسنا مش عارفين تغيرنا، لو نربي عيالنا ومش عارفين تربيهم، لو نصلح الدنيا ومش عارفين تصلحها، كل أعمالنا صنعتها لنا. الاستجابة قالوا الآباء مرتبطة بحرارة الصلاة. مش كل صلاة عند ربنا تعتبر صلاة بجد. لما بنقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، يرسل لك عونا من قدسه يعطيك حسب قلبك عشان تاخد اللي في قلبك كل اللي نفسك فيه، لا معلش دي عاوزة صلوة ايه مظبوط. ايه بقى الصلوة المظبوط دي؟ الصلاة المظبوط يعني الصلاة السخن، الصلاة اللي طالع من جوه القلب، الصلاة اللي فيها درجة صراخ، درجة احساس. صلوات الفترة، ودي خبرتنا كلنا الحمد لله، دي تأثيرها ضعيف، متتوقعش منها تغييرات كتير. طيب الحرارة في الصلاة بتيجي ازاي؟ ليه في ناس بتصلي بحرارة على طول زي القديسين الكبار، واحنا نصلي بحرارة كل فين وفين مرة وما ننساهاش، نقول يا ده انا مرة صليت قداسك حلو، مرة صليت نص الليل حلو، تفتكرها من كتر ما هي مش كتيرة. طب ما دي حاجة تكسف، طب ما انت كل يوم ممكن توصل للحرارة. اول مصدر للحرارة هو الحب. لو كنت بتحب ربنا قوي كل صلواتك تطلع سخنة، تبقى عايش فقرة رومانسية مع ربنا. عارفين اللي بيدخلوا قصص حب وغرام ويبقى كده عايز دماغه في حتة تانية، وتبقى الفترة دي مختلفة عن كل حياته، لا قبل الغرام ولا بعد الغرام الفترة دي. طب ما هو ربنا عاوزنا نعيش معنى العريس ده، معنى الحب بالدرجة دي، انك انت تبقى في غرام مع ربنا. لو وصلت للدرجة دي ما تسألش الصلاة شكلها ايه،
هي هتطلع حلوة لوحدها. هتلاقي المزمور طالع حلو، كريا ليسون طالع حلوة، المطانية طالع حلوة، أي حاجة هتصليها هتطلع حلو، وهتطلع سخنة. ليه؟ عشان في حب. إذن الفتور اللي عندنا ده معناه ما نقدرش ننكر إنه إيه؟ حب قليل قوي. تاني حاجة تسخن الصلاة، التواضع. القلب المتواضع لازم يصلي سخن. العشار لما خبط صدره كان بيصلي من قلبه لأنه متواضع منكسر القلب. مرأة الخاطية اللي بتبكي على رجلين المسيح تصلي بحرارة. ليه؟ لأنها منكسرة. احنا معطلنا في الصلاة ان احنا راضيين على نفسنا، معطلنا في الصلاة ان احنا شايفين نفسنا كويسين برضو، ان احنا احسن من غيرنا، ان احنا حاسين ان احنا بنصلي وكأنها حاجة يعني ايه، يعني تفضلنا على الله. يعني الاحساس ده خانقنا كلنا، مش مخلينا نستمتع بالصلاة. انما بقى اللي جاي يصلي وهو شحات وحاسس انه ما يستاهلش ينادي اسم ربنا ومكسوف من ربنا تماما، لازم هيصلي بحرارة. وتاني الصلاة الحارة هي دي اللي بتدي الاستجابة، هي دي اللي بتدي المتعة، هي دي تجدونني. تشوف المسيح بنفسه وتحس بيه وتتمتع بيه، وكل حاجة بتطلبها تيجي لوحدها من غير ما تعمل لها اهتمام زيادة. كمان حرارة الصلاة تيجي بالثقة. الإيمان بدون إيمان لا يمكن إرضائه. لما تتكلم ربنا وتقول له أنا متأكد، أنا واثق أنك بتحبني رغم أنك مش سائل فيا، ورغم أن المشاكل بتزيد، ورغم أن أنا مش عارف أخلص أي مشكلة، ورغم أن أنت ساعات تبان كأنك مش سامعني خالص، ومع هذا أنا واثق فيك. تعجبه قوي ربنا الحتة دي. إنما لما كل شوية نتهز، هو أنت موجود ولا مش موجود؟ هو أنت بتحبني ولا مش بتحبني؟ وبعدين بقى في شغل العيال ده، احنا نبتدي من الأول كل شوية. يعني بعد كل اللي شفته من